السلام عليكم يا أصدقائي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. في هذا كما قرأتم في العنوان، سنتحدث في هذا الفيديو عن درس الفرق ما بين الألف الممدودة والألف المقصورة. لنبدأ، لكن قبل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لترتفع حصيلة عدد الاشتراكات في قناتنا. والآن لنبدأ. الآن ما هو الفرق ما بين الألف ممدودة والألف مقصورة؟ حسناً، الألف ممدودة مختلفة في الشكل مع الألف المقصورة، لكن نفس النطق. مثلاً كيف سنعرف كلمة تنتهي بنطق ألف، وكيف سنعرف أن تلك الألف هي ألف ممدودة أم ألف مقصورة؟ حسناً، سنبدأ بالأفعال. مثلاً فعل، لنقول فعل كوى. كوى فهو فعل عادي ينتهي بألف، لكن تلك الألف هل الكوى تنتهي بألف الممدودة أو مقصورة؟ سنعرف بماذا تنتهي. سنطبق قاعدة التصريف التي تنطبق على الأفعال فقط. ما تلك الطريقة؟ حسنا، لنصرف فعل كوى مثلا في الضمير أنا في الماضي. مثلا إذا أنا كويت. هناك ياء، استبدلنا الألف بياء. وسأقول لكم شيئا آخر، الألف تنطبق مع الواو، والألف ممدودة تنطبق مع الواو، والألف مقصورة تنطبق مع الياء. إذا استبدلنا الألف بياء عندما صرفناها، يعني أنها ألف مقصورة، يعني كوى هي في الحقيقة بألف مقصورة وليست بألف ممدودة. لنجرب فعلا آخر، مثلا لفعل آخر. حسناً، فعل جنى، أنا جنيت، تنتهي بياء، إذا ألف مقصورة. دعا، أنا دعوت، تنتهي بياء فيها واو، إذا هي بألف ممدودة. حسناً، انتهينا من الأفعال. الأسماء ليس لديها قاعدة، بل هي تنطبق على حفظ الكلمات لكي نعرف هل هي تنتهي بألف مقصورة أو ممدودة. لذلك عرضت لكم مجموعة من الأسماء والأفعال لكي تحفظوها، وهي هنا. إذا يمكنكم تصوير الشاشة لكي تحفظوا الكلمات. والآن انتهينا من الدرس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بلاش المزيد إن شاء الله، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.